ما رأيكم يا شيخ محمد في من كان عنده فتاة ويتقدم لها الخطاب ولكنه يقوم برفضهم واحدا تلو الآخر حتى بلغت سن 30 عام وحرمها من زهرة شبابها؟ ما رأيكم في هذه القضية؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى موليته خطاب كثيرون ولكنه يردهم حتى بلغت سن 30 أنه أخطأ في هذا التصرف، فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى موليته خاطب كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها ولا يحملها له أن يمنعها من ذلك، فإن فعل هذا فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء. الأولى فالأولى حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن يمنعها، لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإنكاحها أول كفء يخطبها، وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأفهاء. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا له نعم فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء. الأولى فالأولى. نعم.